السلام عليكم اخواتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم هي عبارة على واحد الشوربة اللي كتجي لذيذة وبسيطة بمكونات جد بسيطين. فبالنسبة لهذه الشوربة انها حتى الوقت انه اقتصادي الاخوات، بالنسبة اللي ما عندهمش الوقت فراه كنقدروا نحضروها في ظرف 10 ديال الدقائق، ما كتفوتش هاد السوب. والاكثر من ذلك انها جد صحية خصوصا في هذا شهر رمضان. الاخوات اللي بغاو يغيروا فما عليهم الا تشوفوا هاد الشوربه. كنتمنى تعجبكم وخليكم معايا ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو حتى الاخير خطوه بخطوه. هنا بالنسبه لهاد الشوربه غادي نحتاجوا السبانخ، البصل اللي عندكم، وبطاطا هنا ثلاثه هنا، وعندنا البصل الابيض، عندنا هاد البصل الاخضر، والثوم. بالنسبه لهذوك السبانخ اللي شفتوا ما عاديش نديرهم كلهم، غادي نحتاجوا تقريبا 150 غرام ديال السبانخ. السبانخ من طبيعه الحال كنغسلوهم مزيان، كنخليهم في الماء مرقدين مزيان بالماء حتى تينزل داك التراب، وكنعاودوا نغسلوهم حتى كنشوفوا بعينينا راه ما بقاش نهائيا التراب تينزل. هنا لهاد السبانخ عندي هادو اللي ورقهم كبير فما عاديش نديرهم في هاد الشوربه، غادي نخليهم لوصفه اخرى اللي حضرت، وغادي ان شاء الله راه صورتها غادي نتقاسمها معكم. والسبانخ اللي الوريقات ديالهم هكا ضعافين وهكا يعني ما مقادينش هما اللي غادي ندير. هادو اللي كتشوفوا دابا غادي نخليهم لواحد الوصفه وغنتقاسمهم معكم. هادو هنايا تقريبا عندي واحد 100 غرام حتى 150 غرام ديال السبانخ بدوك الاويدات، غادي نقطعهم بطريقه عاديه يعني كيف ما كتشوفوا، ماشي كبار ماشي صغار، المهم نقطعهم ما يبقوش هكا كبار باش منين نبغيو يساعدونا يعني منين نبغيو نطيبهم. هنا بعد ما قطعنا هاد السبانخ ديالنا بهذا الشكل كيف ما كنكرر تقريبا 100 حتى 150 غرام، والكميه راه يعني تتضاعف حسب افراد العائله. هنا ناخذ واحد الطنجره غادي نديروا زيت زيتون، ما عندكم زيت زيتون ممكن ديروا الزبده ممكن ديروا الزيت العادي. هنا تقريبا واحد 3 ديال المعالق زيت الزيتون، غادي نرمي فصوص ديال الثوم، فهاد الثوم والبصل كيعطيوها واحد النكهه اللي هي لذيذه بزاف، هما السر ديال هاد السوب. وكناخذوا بصله كيف ما كتشوفوا متوسطه ديال الحجم، حتى هي مقطعه بطريقه يعني ماشي مفرومه رقيق ولا شي حاجه، بطريقه عاديه على 4 على 5 قطعوها على 6 كيف ما بغيتوا، وكنديهم واحد شويه وكنجيبهم في الزيت. وغادي نقطعوا هذاك البصل، هذاك البصل ديروا البوغور تقدروا ديروا ثلاثه ديال هذوك البصلات تيبقى حسب اللي عندكم. ممكن ما عندكمش هذا البصل ممكن ما ديروش، ديروا غير البصل الاخر راه كثير حتى هو كيجي مزيان، يعني الا عندكم هذا البصل راه حتى هو صحي وكيعطي واحد المذاق، واحد المذاق عفوا لذيذ. هنا بالنسبه ثلاثه ديال البطاطات كيف ما كتشوفوا غادي نقطعوهم ونقيهم ونغسلوهم مزيان، غادي نقطعهم على شكل مكعبات هكا، وكنحاولوا تقريبا واحد 3 ديال الدقيق هاد الدقيق كنديو هذيك البطاطا هذاك الزيت بحال كنقليوهم، وكنديروا رشه ديال الملح ورشه ديال الفلفل الاسود يعني ديال الابزار. فهاد الشوربه ما كتحتاجهاش كنجبير ولا خرقوم ولا قوه البهارات. فالاخوات اللي عندهم مشاكل حتى البزار ممكن تستغناو عليه، اللي عندهم يعني مشكله مع البهارات مع هاد البزار وهادشي ممكن تستغناو. هنا كناخدو الماء غليان وكنرويو يعني تقريبا واحد لتر حتى لتر ونصف ديال الماء، الماء تيبقى دائما، والسوب كتبقى حاجة حسب راه السوب معروفة يعني القوام ديالها، يعني بغيتوها تقيلة كاين اللي كيبغيها تقيلة كاين اللي كيبغيها سائلة، فتيبقى داكشي حسب اختياري. المهم المكونات هما هادو. بعد ما كتغلي تقريبا هنا كتشوفو يعني البطاطس راه كتحد مقطعة كطيب تقريبا في ظرف واحد 8 ديال الدقايق نسيناها طابت صافي. مجرد تتنسمر تتطيب بطاطا عاد كنرميو السبانخ، إلا رمينا السبانخ من اللول راه كيفقدو ديك القيمة الغذائية ديالهم وكيوليو كحلين. هذا التواصل. وكنزيد عليهم هنايا تقريبا واحد ربطه صغيره بحال قلنا واحد جوج معالق حتى ثلاثه ديال القزبر، قزبره خضراء، فهذيك القزبر الخضر كيعطيها واحد النكهه لذيذه بزاف يعني بزاف. وهذه الشوربه راه معروفه في المطبخ الالماني كيستعملوها بزاف، غير انا زدت فيها القزبر، انا بالنسبه لي القزبر كيعطيها نكهه لذيذه. وممكن ديروا حتى المعدنوس، وهذو كلهم صحيين يعني كنعرفوا جميع دوك الخضروات اللي كيكونوا الورقيات ديالهم خضرين راه مفيد ديال الصحه ديالنا. هنا كنطحنوا العناصر كلها، ناخذ واحد الميكسا وكولي ميكس سواء اللي عندكم اي حاجه، المهم في الاخر كنطحنوها. ومن بعد كنحصلوا على واحد الشوربه. هنا بالنسبه للتقديم فممكن ناكلوها مع خبيز، كنعصروا فيها الحامض مع التميرات، فكيبقى طريقه ديال الاكل اختياريه ديال كل واحد. هنا غادي نقدمها معكم، وهنا كنحط هذاك الياغورت
يعني هذاك اللي كنقولوا حنا في المغرب الاخوات ربما دانون المسوس، لان واحد الاخت كانت سولتني قالت لي شنو هو الياغورت. الياغورت هو دانون المسوس، عندنا ما دخل فيه لا فاني لا نكهه اي منكهات ما داخلينش فيه. وهنا كندير هذاك دبس الرمان. بالنسبه لدبس الرمان هو اختياري انا، كيعجبني. كان واحد النهار ما عنديش الحامض في الدار وخصني شي حاجه تكون فيها حامضه، فجربته فيها جاني لذيذه. وهاد الوصفه راه سبق لي حضرتها معكم في القناه يمكن في 2018 ولا 2020، ما عرفتوش الفيديو باقي ولا مشى، ما يعني ما راجعت الفيديوهات اللي باقين. على اي حال اخوات اللي عارفين راه سابق ليهم، راه كانوا يعني كنوصل واحد النسبه ديال المشاهده. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش البارطاج وتفعيل الجرس والاشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله.